بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إن شاء الله بنعمة ربنا كل أسبوع نتأمل في إنجيل من أناجيل صلاة نص الليل. عندنا قبل ما بننام كل يوم بالليل بنصلي 4 أناجيل في صلاة نص الليل، 3 في الخدمات، خدمة الأولى، خدمة الثانية، خدمة الثالثة، والرابع بعد ما بنصلي 3 خدمات نيجي نقول ايه؟ الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك. فيعتبر كده قبل ما بننام بالليل كل يوم بنصلي 4 أناجيل معينين. هنتأمل في انجيل. النهارده بنعمة ربنا هناخد الانجيل الخاص بالخدمة الاولى في صلاة نص الليل، وهو انجيل معلمنا ماري متى البشير صح 25 من الاية الاولى الى الاية رقم 13. هنقرأ بعض الايات، مش هنقراهم كلهم، ونتأمل في جزء معين من هذه الآيات، لأن بصراحة الإنجيل ده مليء بالتأملات الروحية خالص. هناخد جزء من هذه التأملات بنعمة ربنا في هذه الليلة. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا ما صبحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن، وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ وذا العريس مقبل، فأخرجنا للقائه، فقامت جميع أولئك العذارة وأصلحنا مصابيحهن، والمجد لله دائما أبديا أمين. أنا قريت 7 آيات فقط من إنجيل صلاة نص الليل الخدمة الأولى، لأن التأملات كتيرة جدا. ممكن ناخد كل مرة تأمل فيها لكن النهاردة عايز أركز قوي على حتتين مهمين، وهي الخروج لاستقبال العريس وتصليح المصابيح. الحته دي مهمه جدا، هركز معاكم اكتر في الكلام لما نشوف ان العشرة خرجوا لاستقبال العريس والعشرة صلحوا المصابيح، فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن. احنا لسه لغاية من أول نبتدي لغاية الآية، نبتدي بقى من آية 8، نبتدي بقى نشوف الحاكمات عملوا إيه والجاهلات عملوا إيه. لكن كل واحد فينا هيخرج لاستقبال العريس. الحاكمات خرجوا والجاهلات خرجوا، وكل واحد معاه مصباحه، والعشرة وقفوا يصلحوا المصابيح. تصليح المصابيح ان هو تجهيزه، تجهيز المصباح، لو تخيل مثلا فاكرين البطارية بتاعت زمان بتاعت لما كنا مثلا النور كان قاطع يبقى معانا بطارية كده، هي شغالة لما النور بقى موجود، هي شغالة فيها الحجارة بس لسه ما دوستش على الاون، انا اطلع الزرار لقدام عشان ينور. زي مثلا يجي مثلا الكهرباء موجوده في البيت لكن الاوضه مطفيه، اول ما بخش الاوضه عايز النور ادوس على الزرار شغل النور. هي دي فكره تصليح المصابيح، مش تصليح المصابيح عايز عمره بقى ونفك ونركب، لا، هي بس مستنيه انك انت تدوس على الزرار وتشغل المصباح. طبعا اللي يتذكر زمان فكره اللمبة الجاز اللي كان بتطلع بيها مسمار كده صغير تعلي منه الشعلة وتوطي منه الشعلة، طبعا النور يجي نوطي الشعلة خالص ونخاف لحسن انه يقطع تاني نروح معليين الشعلة لما يتقطع النور. هي دي فكرة تصليح المصابيح. تصليح المصابيح هي تجهيزها للاستخدام، مش ان هي عطلانة وبنصلحها، هي جاهزة على الاستخدام. مجرد بس ما يجي العريس شغل علي الشعلة
عشان ايه؟ نشوف العريس والعريس يشوفنا ونبقى في استقباله. لكن احنا جاهزين، مش لسه بقى هندور بقى يعني نصلح وان عايزين حد يفكها، لا دي عايزه تغيير. لا، تصليح المصابيح هي بس مجرد انك تدوس على الزرار. طبعا بقى هنشوف الفرق ما بين الجاهلات ما بين الحاكمات في حتة المصابيح. لكن نبتدي الاول بالخروج لاستقبال العريس. ان العشرة يقول كده يشبه ملكوت السموات 10 عذارى، اخذنا مصابيحنا خرجنا للقاء العريس. كل واحد فينا بياخد مصباح، كل واحد فينا ياخذ مصباح، انتم نور العالم، كل واحد فينا بياخد مصباح يحط فيه الزيت. في بقى ناس مش حطت زيت كمان في حياتها، لا ده نشوف واحد زي مريم اخت العازر دي كان عندها كمان قاروره طيب كثير الثمن، دي مستنيه ان هي ما تخرج لاستقبال العريس او ما يجي عندها في البيت تغسل رجليه وتسكب الطيب ويمتلئ البيت من رائحة الطيب. وده يمكن اللي هيجي في انجيل بقى الخدمة التانية بس مع الامرأة الخاطئة. فالخارجين لاستقبال العريس معهم حاجة، العشرة مش طالعين فاضيين، العشرة معهم حاجة. لكن هنلاقي ان 5 ان المصباح بتاعهم، المصباح مش عطلان لكن فاضي. خلي بالكم المصباح مش عطلان، يعني الشعلة بتطلع بس بصوا على الزيت، ده الزيت ناقص، ده الزيت ناقص. يعني برضك يعني خلينا كده نحكي في بأفكار العالم وبالشباب. تخيل مثلا حضرتك ان الزيت في العربية عندك ناقص، ينفع تتحرك بيها؟ فحش. ده في مقاس للزيت وتبص وتطلع المقاس بتاع الزيت وتشوف اه لا ده زيت ناقص، وتشوف كمان ايه السبب، هل يكون مثلا في مثلا من تحت زيت بيخر ولا الماتور بياكل زيت، لازم تعرف. فلازم تبقى جاهز عشان اول ما يبقى عندك مشوار تنزل تدور العربية وتطلع على طول وانت مطمن. هم بقى الجاهلات كان الزيت عندهم ناقص، جه يشغلوا المصباح ما اشتغلش. الله ده هيطفي، طب ده مش هيتحمل، ده ما فيهوش زيت. وطبعا المصابيح بتاعت زمان كانت بتشتغل بالزيت، او كان طبعا بعد كده لما يعني بقى فيه الجاز الابيض يبقى فيه نوع اللي بردك من نوع بردك بيساعد على الاشتعال. فين ده؟ ما فيش زيت، يا نهار ابيض ما فيش زيت، طب نعمل ايه؟ المصباح بتاعي مطفي. طبعا الحاكمات لما طلبوا منهم ادينا من زيت بتاعكم، الحاكمات قالت ايه؟ لعله لا يكفي لنا ولا كنا، بل اذهبنا بالحري الى الباعة وابتعنا لكنا. يعني انتوا يا حاكمات بقى تعالوا قولوا لنا انتوا مليتوا المصابيح بتاعتكم ازاي؟ شفتوا بقى، عرفتوا الحاكمات كانوا بيعملوا ايه طول عمرهم؟ عمالين يروحوا للباعة ويبتعوا ايه؟ يبتعوا اشتروا زيت، اشتروا زيت. الزيت، الزيت طبعا ده حاجة مهمة جدا في حياتنا الروحية ولها رموز كثيرة، منها طبعا الروح القدس. كانوا بيروحوا للباعة، بيروحوا للكنيسة، بيروحوا القداسات، بيحضروا قداسات، بيحضروا اجتماعات، بيتناولوا، بيقروا كتاب مقدس، بيصلوا، عمالين يحطوا في زيت، عمالين يحطوا في زيت. وأول ما يجي العريس دوس على قن اشتغل. الله ده أنا عمال أدوس وما بيشتغلش، بصيت ما لقيتش زيت. هنا ده الفرق، ان كلنا هنخرج، العشرة خرجوا لاستقبال العريس، العشرة خرجوا لاستقبال العريس، والعشرة داسوا على زرار بدء التشغيل للمصابيح، وابتدوا كل واحدة بتجهز المصباح بتاعها على ايه؟ ان هو يطلع اضاءة. 5
مجرد ما عملوا كده وشغلوا المصباح طلع نور شديد، وخمسة يعملوا كده ما بيطلعش النور، بيبصوا في المصباح من تحت في مكان تزويد بتاع الزيت لقوه فارغ، لقوه فارغ. فين الباعة اللي بالليل اللي هنجري عليهم وعبال ما نروح وعبال ما نرجع يكون ايه؟ يكون العريس جه واغلق ايه؟ اغلق الباب. عشان كده الحته دي بقى مهمه. كل يوم بالليل، هنا بقى انا بدك هركز على الحته ان دي اخر اناجيل بتتقري كل يوم. اشمعنى يا كنيسه حطيت لنا الاربع اناجيل دول كل يوم قبل ما احط راسي على السرير؟ تقولها زودت زيت، زودت زيت في حياتك الروحيه؟ حطيت زيت في حياتك الروحيه ولا لا؟ احسن العريس يجي بالليل وانت نايم. يا ناس بيخشوا على السرير بالليل ويجوا يصحوها الصبح يقولوها ايه؟ يقولوها ماتت. قصص كتير يا ما سمعناها. الله، يا ترى اللي كان حاطط راسه على السرير ده بالليل وقوم يصحوه ولقوه مات، كان حاطط زيت لما جه العريس ولا استنى لما ادور فين الزيت؟ تفرق كتير جدا. ده احنا على المستوى البشري لو زوجتك قالت لك ابقى اشتري لنا زيت وانت جاي للبيت للمطبخ ونسيت ودخلت البيت وقالت لك جبت لنا ازازتين زيت، تقول لها ايه؟ نسيت. هتزعل كده. طب اعمل الاكل ازاي؟ طب اجهز مش عارف ايه ازاي؟ وتبقى ايه؟ تبقى متضايقه جدا. ربنا كده برضك. ربنا لما تيجي بالليل تحط دماغك على السرير وتنام يقول لك ها صليت النهارده؟ طب قريت كتاب مقدس؟ بقالك قد ايه ما تناولتش؟ بقالك قد ايه ما رحتش اب اعترافك؟ بقالك قد ايه ما قعدتش كده تفكر كده في 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 يد الله في حياتك؟ يا رب اشكرك، ده انت يا رب وقفت معايا في حاجات كتيره، ده انت يا رب سندني في حاجات كتيره، ده انت يا رب. ما دي برضك ده زيت، زيت شكر لله، زيت ان انا عمال اشكر ربنا. يا رب اشكرك، ده انت يا رب مديني، يا رب مديني زوجه كويسه، مديني اولاد حلوين، مديني اولاد شاطرين في المدرسه، مديني يا رب اولادي رب حلوين وبيسمعوا كلامه. ما كل دوه انت عمال تحط ايه في قارورة الزيت بتاعتك. لما يجي العريس يقول اه ده انت يا ما شكرتني، ده انت يا ما شكرت على العطايا، على العطايا ليك، يا ما شكرتني على زوجتك وعلى اولادك وعلى اسرتك وعلى عملك وعلى وعلى خدمتك وعلى نجاح خدمتك وعلى نجاحك مع اسرتك وعلى نجاحك في وسط المجتمع وعلى نجاحك. وعمال تحط زيت في المصباح بتاعك، ولا يجي العريس يقول له ها وريني ايه بقى الزيت بتاعك في ايه؟ ما فيهوش حاجه. الله، ده انا عاملك من العشره، ده انا عاملك زي الحك زي زي زيك زيهم ومعاك مصباح زيهم، وانتوا العشره هتستقبلوني وانتوا العشره هتخرجوا لاستقبالي. الله، ولك ولا شكرتني ولا قلت لي اشكرك يا رب ولا قلت لي ارحمني يا رب ولا قلت ما قلتليش اي حاجه، فالمصباح بتاعك فاضي. ايه يعني المصباح هنحط فيه ايه؟ هو يعني في زيت روحي بناخده ونحطه في المصباح؟ ده حياتنا الروحيه هي المصباح. حياتنا هي الزيت الروحي. مش مكان هنشتريه يعني مش حاجه تباع كده هنحطها، لا. ده جهاد السنين كله وتعب السنين كله وصوم السنين كله وصلاه السنين كلها وخدمة السنين كلها وحياتك الروحية كلها جوه هذا المصباح. يجي العريس، يا سلام، تخيلوا معايا مصباح أمنا العذراء ده كان شكله ايه؟ كمية النور اللي طالعة من هذا المصباح بالذات ده شكله ايه؟ وقوته قد ايه؟ والتوهج بتاعه شكله ايه؟ ده من وهي يعني في بطن امها وهي كانت ايه بتعد بملء الزمان، وقصص طبعا كتيره، ولما دخلت الهيكل ولما عاشت بعد كده بيت يوسف والرحله لمصر، عماله
عمالة تحط في زيت تحط في زيت تحط في زيت، ويجي ايه بقى النور بتاعها. عشان كده ساعات بنقول عليها ام النور، هي طبعا عشان هو ربنا هو النور، ويجي بقى هي ايه تبقى منورة كده ايه زي ابنها. عشان كده مهم جدا في انجيل نص الليل بتاع الخدمة الاولى، قبل ما يعني انا عايز اقول ان هو الانجيل فيه تأملات كتير، لكن انا حبيت اخد تأملين بساط بس، الخروج والتصليح. هنخرج، تخيل مثلا هنخرج يعني انا وزوجتي والاولاد، يلا يا بابا عايزين نخرج، يلا يا جماعة نركب العربية. اه بعد ما ركب العربية معلش العربية عايز تروح للميكانيكي، بعد ما نزلوا الشنط وبعد ما جهزوا نفسهم ان هم يعني نفسيا رايحين بقى الرحلة، وطبعا اللي جاب اللعبة واللي جاب العجلة واللي جاب الهدوم واللي جاب اصلا رايحين رحلة، واللي مراتي عملت الاكل وبنتي جهزت مش عارف ايه والولد جهز ايه، وركبنا العربية، وبعد ما ركبت العربية معلش عايز اروح للميكانيكي عشان اضبط العربية. ايه ده؟ هيزعلوا ولا مش هيزعلوا؟ ايه ده؟ طب مش كنت تجهز العربية قبل ما نروح الرحلة؟ مش كنت تقول لنا طب يعني سيبوني يوم ولا اتنين اجهز العربية وبعد كده نروح الرحلة؟ لكن تخيل بعد ما ركبنا العربية ولسه وحطينا الشنط وحطينا اللعب وحطينا الاكل وجهزنا كل حاجة، معلش بقى ممكن نروح للميكانيكي عشان بقى يعني هيرفع الموتور ويغير مش عارف ايه ويغير. ما ينفعش، باظت الرحله، باظت الرحله. ده انجيل نص الليل، وهي انجيل استعداد، انجيل استعداد. ليه بقى؟ لان الحاكمات خدت لقب جميل جدا، الحاكمات خدت لقب جميل جدا، يقول عنهم ايه؟ أما المستعدات، أما المستعدات فدخلنا معه إلى العرس. وكده في آية رقم 10، وفيما هن ذهبات ليبتعنا جاء العريس، والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. ده الإنجيل اللي قبل ما ننام كل يوم بالليل، هو إنجيل الاستعداد. طبعا النوم يشبه الموت، بننام خلاص قفلنا الفنة ونمنا. اه طب مين بقى المستعد وهو نايم؟ الحكيم اللي ايه طول النهار عمال يحط زيت جوه المصباح بتاعه. مين الجاهل اللي هو مش مستعد؟ يبقى المفتاح الانجيل كله والفرق ما بين الحاكمات والجاهلات في الاستعداد. والمستعدات ما قالش والحاكمات، ما ايه الحكمة كانت فين؟ الحكمة كانت في الاستعداد، الحكمة كانت في الاستعداد. والمستعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب. عشان كده الانجيل ده من الاناجيل المهمة، عشان كده كنيستنا حطيته اول انجيل في صلاة نص الليل خدمة الاولى. اتمنى ان احنا واحنا بنقرا الانجيل ده ونركز قوي على الحته دي، الخروج لاستقبال العريس والاستعداد بالمصابيح المستعده. يعجبني جدا زكا، زكا كان مستعدا رغم ان هو ما كانش عامل ان هو هيقابل السيد المسيح. زكا كان هدفه كله وطلب ان يرى يسوع، زكا كان عايز يشوف، طلب ان يرى يسوع. من هو؟ قصير طبعا، طلع على الشجره الجميزة وتشعلق عليها وقعد يبص عشان يشوف يسوع الناصري وهو معدي. يسوع الناصري بص له، انزل يا زكا تعالى لي، يلا معاك على البيت. بيت ايه؟ بيت ايه؟ انا مش مستعد، مش مستعد انا يعني تفاجئتني. طب ناخد ميعاد، طب حدد ميعاد بعدين، طب نأجل الميعاد شوية، يعني زي سمعان الفريسي اللي ايه يعني عزم السيد المسيح على العشاء اللي يجي بقى الانجيل بتاع الخدمة التانية.
طب اديني فرصة بس كده يعني اجهز نفسي واجهز لك لقمة لا 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 لا، دخل البيت على طول. فطب انا، طب انا عايز احس ان انا يعني حكيم بقى ومستعد لهذا اللقاء. نص اموال المساكين ومن وشيت بها ارد له 4 اضعاف. اليوم حصل خلاص لهذا البيت. هو البيت ده يعني كان مستعد لحاجة؟ البيت ده عمل حاجة؟ إيه؟, ليه ايه لا، كان جوه قلب زكا كان استعداد. زكا كان مستعد في قلبه اللي هيقوله عليه السيد المسيح هيعمله. زكا كان مستعد لدخول السيد المسيح جوه بيته قبل ان يخش جوه عينيه. كل هدف زكا انه ان يرى يسوع. يجي كده يا سلام، شفته، شفت ربنا يسوع المسيح بعيني. لا، ده مش عينيك بس يا زكا اللي كانت مستعدة انها ترى يسوع، وقلبك وبيتك كان مستعدا للقاء ربنا يسوع المسيح. عشان كده كان مستعد. يا ترى كل يوم بالليل قبل ما ننام، هل احنا مستعدين للقاء ربنا يسوع المسيح ولا لا؟ دي حتة مهمة، مهمة جدا. العشر عذارى خرجوا لاستقبال العريس، والعشرة شغلوا المصابيح، لكن للأسف 5 مصابيح إضاءة 100% و5 أصابيح إضاءة تعبانة وشعلة ابتدت تطفي. بصوا ما لقوش زيت. الفرق ايه بين العشر عذارى كلهم؟ ان 5 كانوا مستعدات فأصبحوا حاكمات، و5 كانوا غير مستعدات فأصبحوا جاهلات. ربنا حافظ عليكم، يدينا كده دايما نكون من تبع الحذارة الحاكمات المستعدات. ربنا معاك، ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته وللأبد أمين.